واضح انك تقلت وما بقتش عارف تشوف شغلك. ليه بس؟ في فجوة سعرية بين منطقة ال 30 وال 36. الفجوة السعرية دي منطقة دعم، يعني لو السهم نزل تاني هيطلع بسرعة. ده كلام فارغ، انت لازم تبيع بسرعة. ما ينفعش يا سعد. راعي انك بتشتغل عندي واني بديك مرتب ما كنتش تحلم بيه. نفذ اللي بقولك عليه من غير اي نقاش. اتفضل. امرك يا سعد بيه. صفية طارق ازيك؟ ايه ده، شركة منورة. ميرسي. معقولة يا صفية؟ معقولة من ساعة ما سبت الشركة ما فكرتيش مرة ترفعي سماعة التليفون تسألي عليا؟ هو انا ماليش خاطر عندي كلية صفية. معلش يا طارق بقى، ما انت عارف الشغل بينسي الواحد كل حاجة. الا سعد مش كده؟ يا قصدك يا طارق؟ قصدي يعني انك فضيتي نفسك اهو وجيتي عشان تباركي له. يعني سعد زميلي وواجب عليا ان انا ابارك له. ما انا كمان زميلك يا صفية. ما فكرتيش مرة ترفعي سماعة التليفون وتسألي عليا يا صفية؟ ليك عليا يا سيدي، لما تفتح شركتك حاجة ابارك لك واجيب لك ورد كمان. بجد يا صفية؟ اه طبعا، احنا مش زملاء ولا ايه؟ هو مكتب سعد فين؟ مكتبه هنا، تعالي هوديكي ليه، هيفرح جدا اول ما يعرف انك هنا. تعالي يا صفية. اوكي. استاذ طارق من فضلك. طيب بعدين بعدين، اتفضلي يا صفية. اوكي اوكي. سي يو. باي باي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. ازيك يا سعد، عامل ايه؟ الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك. اتفضلي. ابسط يا عم، اهي صفية بنفسها هي جاية عشان تبارك لك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا قايل للسكرتيرة ما تدخلش حد. انا حبيت اعملها لك مفاجأة وادخل ومعايا صفية. هنهرج ولا ايه؟ يلا روح شوف شغلك. اوكي يا سعد بيه، انا اسف. بعد اذنك. ليه يا سعد كده؟ انت كده احرجته قوي. سيبك منه، ده واد غبي. المهم انت اخبارك ايه وهاني بيعمل ايه؟ الحمد لله كلنا كويسين. تعرفي بقى انك بنت حلال، لان انا كنت ناوي اعدي عليكوا بكره في المكتب. ايه ده بجد؟ عشان اعزمكوا على فرحي. اتفضلي، دي الدعوه بتاعتك ودي الدعوه بتاعت هاني بيها. مبروك يا سعد. الله يبارك فيكي. اوعي ما تجوش يا صفية، هزعل قوي. ان شاء الله يا سعد. طيب انا همشي بقى احسن متاخر. اتاخرتي على ايه؟ هو انت لسه قعدتي ولا حتى شربتي حاجه؟ معلش انا اصلي يم. قلت اعدي ابارك لك وامشي على طول. ماشي. عموما انا مش هعطلك، بس اوعي يا صفية ما تجيش الفرح. ان شاء الله. صفية. صفية. أيوة طارق. تأكدت خلاص يا صفية إن مفيش أمل؟ قصدك إيه؟ قصدي إن سعد خلاص هيتجوز. كان عندي أمل إنك تديني فرصة يا صفية. فرصة إيه يا طارق؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنت فاهمة كل حاجة يا صفية، وعارفة إن أنا معجب بيكي وبحبك من أيام الجامعة. من فضلك يا طارق مش هينفع، أنت مجرد زميل مش أكتر. وفي إيه سعد أكتر مني يا صفية؟ أنا عندي شقة وبقبض مرتب كويس، ولك منه هو يعني عنده فلوس أكتر مني. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أعتقد أنت عارف أنا مين وبنت مين كويس أوي. هو ده اللي مجنني يا صفية، وعارف إنك مش طمعانة فيه. طارق أنا بحبه، أنا بخاف عليه من نفسه. وهو ولا هو هنا، إنما أنا موجود يا صفية ونفسي أقرب مني، بس اديني فرصة. من فضلك يا طارق مش هينفع، عن اذنك. في ايه يعني سعد اكتر مني؟ شفت يا مستر طارق سهم طنطا للبسكوت؟ ماله؟ عامل خسائر جامدة قوي النهاردة. وريني كده. ده فتح على 5.25 وشكله كده هيقفل على 2.80. لا السهم ده صاعد، اشتري الاسهم كلها. اشتري ده ايه؟ ده هابط هبوط جامد جدا، انت عاوز سعد بيه موتنا؟ السهم ده بيعمل كوركشن وهياخد اتجاه صاعد بعد كده. هو اللي حاصل له دلوقتي انه مريح شويه وبعد كده هيطلع تاني. احنا هنبيع لما يبقى مستوى التداول 8 جنيه. يا طارق باشا ده واقع وقوع الفيل، يعني مفيش منه امل. نفذ اللي بقولك عليه. هو مين المسؤول هنا؟ انا ولا انت؟ امرك. ماشي يا سعد بيه.
ما وريتك. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ايه يا دود يا حبيبي مالك؟ الشركة بتاعتي اشترت اسهم في شركة البسكوت بمليون جنيه. ايه ده؟ للدرجة دي شركة البسكوت دي كسبانة؟ دي خسرانة وغرقانة، واللي هيقرب منها هيروح في 60 داهية زي ما حصل لي كده. يا أخبية يا كلاب. ترد يا طارق الكلب أنت كمان. مفيش فايدة. أنا لازم أنزل أروح الشركة أوقف المهزلة اللي بتحصل دي. إيه؟ تنزل تروح فين؟ أنت ناسي إن إحنا في شهر العسل. عسل إيه وزفت إيه؟ أنا لو ما روحتش دلوقتي حالاً هشوف مرار عمري ما شفته في حياتي. يعني أنت مصر تخرج؟ يبقى أقول لك في مصيبة في الشغل. طيب. خلاص انا هروح بقى اكلم مدام نانسي جارتنا، اخرج اعمل معاها شويه شوبينج على ما انت تخلص شغلك وتيجي. يعني هو ده رد فعلك على الكارثه اللي انا بقول لك عليها؟ يا دوتي يا حبيبي انا عارفه ان انت قدها وقدود وهتعرف تحل المشكله. يلا اسيبك بقى لشغلك واروح اكلم نانسي. البت دي بقى لها نحس عليا ولا ايه؟ مش كلام. اسكت انت مالكش دعوه. سعد بيه لو عرف هيطين عيشتنا. سيب سعد بيه في شهر العسل بتاعه. ولما يرجع ويلاقي الدنيا مطربقه كده على دماغنا. السهم ده هيطلع وهتشوف. هو فعلا هيطلع من عينينا ومش بعيد نترفد بسببه. مالكش دعوه انت، انا المسؤول. انت حر، بس لما سعد بيجي انا هقول له اني حذرتك وانت ما سمعتش كلامي. حذر مين يا ابني انت؟ انت تهبلت ولا ايه؟ انت ناسي ان انا رئيسك المباشر؟ يا خوفي بعد العمله السوداء دي تبقى في الشارع. اخرس. مبقاش غير انت اللي جاي تفهمني شغلي. وبعدين انا قلت شركه تتمناني اشتغل عندها، لكن انت قتيل ما صدقت تلاقي مكان تتوه فيه. ايه التصرف الغبي اللي انت عملته ده؟ أنا ليا وجهة نظر يا سعد. سعد بيه، أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ يا سعد بيه من فضلك ده شغلي وأرجوك ما تتدخلش فيه. أنت عبيط ولا بتستعبط؟ ليه بس كده؟ لأنك بتلعب بفلوسي. يعني لو أنا مستثمر عادي كان المفروض تسألني، ما بالك بقى وأنا إيدي معاك وفي اللعبة. أنا قلت أنت أكيد هتفرح. أفرح بغباوتك ولا بقلة تفكيرك؟ أنا شايف إن السهم هيعمل كوريكشن وهياخد شكل تصاعدي، ولو استنينا عليه شوية هنكسب من وراه كتير. أنا بقى شايف إنك مش فاهم حاجة، ولو سمعت كلامك واستنيت اكتر اكيد هخسر اكتر. اطلبي لي مندوبنا في الفرصه بسرعه. حاضر يا فندم. انت هتعمل ايه؟ هبيع الاسهم واخسرها قريبه احسن من مكسب بعيد. كفايه قوي اللي خسرناه لغايه دلوقتي. انت ليه مش عايز تفهم؟ لانك مجنون. وجودك جنبي اكتر من كده هيضيعني. يعني ايه؟ يعني انت مرفوض ومش عايز اشوف وشك في الشركة دي تاني. بعد كل اللي عملته علشانك نسيت ايام الكلية؟ نسيت الصحوبية؟ صاحبي تكسبني مش تخسرني. وبعدين كل وقت ولو أدان يا صاحبي. صاحبك منين بقى وانت بتبيعني في اول محطة؟ ابيعك واكسب احسن ما اشتريك واخسر. بقى كده وابو كده. انت فاكرها لعبة؟ ده بيزنس، يعني الغلطة فيه ممكن تودي في داهية. ده انت اتغيرت قوي يا سعد. سعد بيه قلتلك. وبعدين ما انا لازم اطور من نفسي، ولا انت عايزني افضل محلك سر زيك كده؟ وهو التطور يا سعد بيه يخليك تبيع اصحابك وتقاطع حبايبك واقطع دراعي كمان لو حسيت انه ممكن يخسرني؟ انت شايف كده؟ كل مرحله وليها رجالتها طارق، وانا في مرحله صعبه ومحتاج جنبي رجاله بتفهم. وكمان خليتني ما بفهمش يا سعد. ده اقل وصفه اقدر اقوله لك بعد اللي انت عملته. اتفضل خد حسابك ولم حاجتك ومش عايز اشوف وشك تاني. انا همشي يا سعد بيه يا صاحبي. وانتوا اي حيوان فيكم بعد كده هيتصرف من دماغه هيحصل له اللي حصل لطارق. نادر، عايزك تبيع كل اسهم شركه البسكوت. ايه؟ طلع امتى؟ ده وصل 6:30. طب استنى نادر ما تبيعش حاجة. سلام سلام. ده اللي طارق بسرعة. حاضر. وارد ان احنا نغلط، بس المهم ان احنا نتعلم من الغلط بتاعنا. وانا بصراحة يا جماعة امبارح غلطت غلطة وجاي النهارده عشان اصلحها، وعين الاستاذ طارق عبد الخالق كبير لمندوبين الشركه بتاعتنا، وده تقدير مني للمجهود اللي بذله معانا. في الحقيقه سعد بيه مستر طارق يستاهل كل خير.
هو في حد كان يصدق ان سهم البسكوت سعره يوصل ل 8 جنيه ونص؟ فعلا بصراحه يعني ارباح ما كانتش متوقعه خالص. وانا بالمناسبه دي يا استاذ طارق خصصت لك مبلغ 1000 جنيه تقدير للمجهود اللي انت بذلته معانا. 1000 جنيه يا بخيل يا جلده، ده انا جيت اخسرك كسبتك ملايين، اعمل فيك ايه؟ متشكر جدا يا سعد. طبعا يا جماعه لكل مجتهد النصيب، واي حد فيكم هيجتهد ويعمل زي ما عمل الاستاذ طارق هيكون له مكافاه زيه ان شاء الله.